بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف التبليط على أنه نمط هندسي. هذا النمط الهندسي يتكون من مضلعات، ممكن يكون نفس المضلع أو عدة مضلعات تتكرر، والتي تعمل على تغطية المستوى، وهذا المستوى قد يكون مثلا ورقة أو ساحة أو أرضية بدون فراغات. لاحظ الكلمة الجوهرية أنها بدون فراغات، وبدون أن تتراكب تلك المضلعات فوق بعضها البعض أو تتداخل. بالنسبة للوسيطة اللي مذكور، اللي هو الويب سايت تاعها اللي ذكرنا لكم إياه هنا، هذا هو الويب سايت. هذه الوسيطة بعد ما تدخل عليها، هي راح تشتغل عليها أونلاين، ما راح تقدر تشتغل عليها أوفلاين. شوف، لاحظ مكونة من مثلثات، تعمل بس دراج دروب، تنقل من مربعات. أضلاع هنا لكل مضلع، يعني الضلع هي متساوية في الأضلاع لكنها مختلفة، واضح انها في الزوايا، شكل سداسي، شكل سباعي، شكل ثماني، شكل تساعي، عشاري، اثنى عشري. الان انت يعني تستطيع انك تعمل في اشياء كثيرة، مثلا تستطيع انت تمسح. ها شو سهل الشكل اللي ما بدك اياه تمسحه. احنا ايش قصدنا هون بالمستوى؟ قصدنا بالمستوى اللي هو المنطقة الظاهرة في الشاشة. شايفين المنطقة الظاهرة في الشاشة؟ هذه هي المنطقة اللي احنا بدنا نبلطها. مثلا انا اخذت مثلث، جريته، حطيته هون، ممكن انا اغير اكبره اذا حبيت. شايفها؟ شايف التكبير؟ ممكن تحركه، انا بدي ابلط يعني بصير عمل بلاط. الان ممكن اكرره، شايف كيف اضعه بهذا الشكل؟ ممكن اكرره، شوف هذا الاداة للتكرار، تكرر الشكل. ممكن اجيب انا كمان مره مثلث، اضعه بهذا المكان واقدر ادوره. لاحظ كيف ممكن اغير لونه. الان نشوف كيف نغير اللون لاي مضلع. هذا اسمه تبليط، لانه شوف ما اجي اوفرلاب، ما اجي شيء فوق شيء، ولا قدرنا ولا هذا. هون بتغير الالوان، شايف من هذا ندخل على الشكل. الان قاعد انا بنشئ نمط. شايف انا ممكن اجي مره ثانيه على هذه النسخ، شايف، وأضع بهذا الشكل. الآن صار في عندي نمط، أنا ممكن هذا النمط أجي أكرره مرة ثانية، شايف كأنه هيك صار ظللته تماسك، اختاره بهذا الشكل. شوف كيف كرر الشكل بدل ما تقعد ترسم مرة ثانية. يعني أنت بتقدر تعمل نمط وإيش تسوي فيه وتكرره، ممنوع التداخل، يعني هذا غير مقبول، لازم يضعه بهذا الشكل. ممكن اجيب الان مثلث بهذا المكان وادوره، امسكه بهذا الشكل واغير لونه. كان تغيير اللون بهم هذا المكان. كمان بدي اجيب كمان واحد هون، او بختار واحد منهم هذول، شايف، وضعه هون، كررته. انا هيك بلطت مثلا الجزء الاول. لاحظوا هذا عبارة عن نمط موجود. انا بستطيع اظلل هذا كلياته الشكل كامل بهذه الطريقة، يعني اخترته وبعدين اختار اني اكرره، شايف، واكمل تبليط المنظر. طبعا الان طب لو بدك تكسر الشكل، يعني يعني هذا صار قطعة واحدة، بدي اكسره بمشي على عند المطرقة، ننقر عليها بهذا الشكل. كأنه لازم تكسرها، حتى تنكسر ويصير كل قطعة مستقلة لوحدها. طبعا تستطيع تفعل هذا الكلام مع كل الأشكال. الآن لما تعمل بهذا الشكل تلغي كل البلاط. إذا وضعنا مثلا منظر من المناظر، اخترنا هذه الأداة، لاحظ ايش بتسوي؟ تعطي دوران، شايف، تدور الشكل كما تشاء. هاي ايش بتسوي؟ بتزغره، بتكبره أقصى ما يمكن. احنا المطلوب انك تعمل عدة أنماط هندسية لتشكيل تبليط المساحة الموجودة. طيب الآن افرض اني انا بلطت وخلصت وسويت البلاط، كيف بدي انقل هذا للواجب؟ نفترض يعني زي ما سوينا قبل شوي،
يعني مثلا حطيت المربع هون بهذا المكان وجيت حطيت مربع ثاني. طبعا لا، لو بدك تلصقه معاه بطريقة ما، هاي اعطوه بهذا الشكل، شايف تقدر تدوره، شوف لصقوا الآن مع بعض وهكذا. الآن هذا المنظر اللي أمامي. في عندكم على الشاشة في شيء اسمه برنت سكرين، على الكيبورد عفوا الكيبورد في شيء اسمه برنت سكرين، دوروا عليه المفتاح هذا، تعمل برنت سكرين، بعدين تذهب إلى الوورد في أي مكان في الوورد، مثلا بهذا المكان تعمل كنترول في، تعمل لصق، شوف إجت الصورة كاملة ببساطة. هون إيش بتعمل؟ تعمل له في شيء اسمه كروبينج، شايفينها هاي هون أداة اسمها الكروب بالوورد، احنا ما بدنا نروح ولا مكان، حتى بتقدر تروح على بينت او على اشي وتعمل كروبينج للصورة. اذا عملت كروبينج لاحظ بعطيك بس الشاشة فقط، انا هذا اللي بدي اياه، بدي الشاشة فقط بعد ان تم تبليطها بالمنظر، وبدي الغي كل الباقي، يعني الباقي ما بدي اياه، هاي الاشكال الاضافية انا ما بتلزمني. فانت بس تخلص التبليط بنمط من الانماط، تسوي كل نشاط ببساطة، بتعمل عملية حذف لكل الأجزاء غير المطلوبة. مجرد ما انتهيت من هذه العملية بتعمل سكيب، بتخزن عندك التبليط وبصير معي عندي في الواجب. وشكرا للجميع.